وما كانت هذا، وهي قبيلة ترى دويت معاها في راسك، دويت معاها زعما حتى هي هضرات هضره زوينه، وانا قلت لها شوف، قلت لها نحاول ندخل بيناتكم بخيط ابيض والله على الشيطان. ما كاينش خيط بين انا فاش ندخل، انا تندخل لشي حاجه تنبغي ناخد حقي منها. انا هذوك الناس تجاوزوا الخط الاحمر والخط الاصفر كاع الخطوط الحمراء تزاوجوها، ولا ما تيهمونيش هذوك الشميت، شي الشميت اللي تيطلعوا بحال هذيك الغربه وبحال هذوك بحال هذيك هاله وبحال هذاك الشيء كامل ما تيهمنيش. عادي هذاك الشيء يبغيو يركبوا على الموجه صافي دبروا راسهم. راه غادي يركبوا على الموجه. ملي كيكونوا جوج مدابزين كلشي تيبغي يركب على الموجه، وكلشي كيبغي يطلع وكلشي كيبغي يهدر وكلشي كيبغي يقول. عادي جدا. سارة سارة اختي عيشة كديرة لاباس عليك؟ امورك هانية؟ كيدرس كلشي بخير؟ كيبقى الشينوية كيبقى خواتها. الله يحفظك اختي امورك هانية. شوفي سارة نقولك اختي واحد الكلمة اختي، شي محاولة الصالح ولا شي حاجة بيننا وبين ديك السيدة عمرها ما غتكون، وعمرها ما غادي تكون في الحياة، حيت انا بسبب ديك السيدة وليت كنشرب الدواء باش نعس، وليت كنشرب الدواء كنكون باركه حدا عبد الله تكمد كل اللي نترعد. كنكون باركه كيصيفط لي شي واحد شي فيديو كنكون لي كل فمي كيبيض كلي كنولي نفيفري، حيت انا اصلا مريضه وبسبب هذيك السيده وليت كنشرب الدواء باش كنعس وما كنعش. شوفي دابا شحال الساعه وانا عندي جوج ولاد وباقا ما نعساش، الخمسه الصباح كنبقى نعس ماشي كيفاش. واش فهمتي؟ حيت الهضره اللي خرجت من فمها ما كانش خاصها تخرجها. وانا اللي غادي نقول لديك السيده، انا ما غنعايرها ما غنسبها ما غنضار معها، انا عارفه فين غادي نهضر انا وياها، فهمتي؟ حيت انا ما جيت ومشيت درت شي حوايج حتى ديك السيده حقراتنا، لا هي لا الناس اللي كيجيوها لا الناس اللي دايرين بها، عيقات وعيقوا بزاف فهمتي. وانا من داك النوع امي بغات تسمح رايدة داكشي، انا ما غنسامحش واخا لو كان شنق راسي والله. يمنت شوفي الحكومه عندك ولدك، هذيك السيده عتيش قالت لي، قالت في اللايف والبنادري ولد من والقصاب ولد من. وانا راه الناس اللي كيعرفونا كيعرفوا الاب ديالي كيدير، وكيعرفوا الاب ديال خوتي كيدير، فهمتي؟ يعني تقاس الاب ديالي تشوه في السوشيال ميديا، جبدوا لي سميتو، جبدوا هو شكون فاش خدام بكل شيء، وكيصايبوا في كونتاج وكيلوحوا باش زعما يتشوه با ونتشوه. هذاك الشيء راه ما غيكونش، ولكن انا هذيك السيده كما طالبت من الناس وباقا كنطالب ان هذيك السيده غادي تجبد لي با اللي كتعرفوا هي، كما قالت الام ديالها قالت لك في اللايف. امي كانت كتمشي عندهم وكتحتت معاهم كتقول لهم هذا بات بنتي وهذا بات بنتي وهذا بات بنتي، داكشي كله مسجل فهمتي. انا ديك المراه ما نعيرهاش، مراه كبيره داكشي كيبقى ديالها ما سوقيش. والبنات اللي راه عمرنا حنا طلعنا بالشوهه ولا طلعنا باش نضاربوا مع شي واحد باش طلع لينا الكونت، داكشي ما فيناش. انت راك تعرفينا ساره واقع ياك. انا عمرني ما تضاربت مع شي وحده ولا عمرني تعايرت مع شي وحده ولا عمرني جبت شي وحده. راه كنقول انا بقى زوينه مع الناس ديما بخير طرونكي، خدامه على راسي، ما عندي ما ندير بشي مشاكل. ولكن السيده مني وصلت لامي وصلت لخويا وصلت لي انا وصلت لبواتنا وصافي. تخيلي معايا راه الحكومه راه وليت كنخرج للزنقه كنقد كيبدي يشوف في بنادم كنت نكره كنقول دابا هذا كيشوف فيه واحد شوفه كيحط، كنقول شوف راسي اش كيقول لي، كيبدا يقول لي شي هضره ما كايناش فهمتي. مرضاتني ونمرضها انا، خصها هي تمرض، انا ما نمرضش بوحدي حيت انا عذباتني. وانا كنقولها الله ياخذ فيها الحق، الله ياخذ فيها الحق، الله ياخذ فيها الحق، وانا عارف فين غناخذ الحق ديالي، غناخذه هنا وفي ديك الدار. انا راه الناس اللي كيعرفوني كيعرفوني دوك الناس انا شنو كنسوى، عمرني ما طلعت عايرت شي واحد وعمرني ما غنعاير شي واحد. اي واحد غيجبدني ولا غيجبد دارنا غنطبق معاه القانون كما القانون كيقول لك، نهار لقيتك شي واحد يعايرك شي واحد جي عندي، هادشي اللي غادي نبقى ندير بوان فينا. اما هذيك المتشرده هذيك الغربه هذيك اللي في الغربه هذيك مسكينه سكيريه تتحط حدا قرعه الروج وما كتلقى ما دير، كتلقى راسها سادين عليها في الدار. شوفي واش مدوز الحبس في الدار، حيت كاين واحد الحبس ديال الدار كتدوز بين الوقت فهمتي، حيت كون كانت في المغرب ما تقدرش تقولوا كذا.
ايوا خليها ماشي مشكل. اما انا اقسم بالله، ثم اقسم بالله وتهزت الله وصلت، انا راه والله ما نتسامح مع دوك الناس، واللي دارها القانون هي اللي غتكون صافي. وانا وبات كل شيء سالينا الحكومه، عرفتي فين عرفتي فين تقاسينا؟ راه تقاسينا في شي حوايج ديال راه ولينا في شي حوايج بساله. تخيلي راه يولي بنادم يشك فيك، انت معاه وشاك فيك، فهمتيني؟ اختي بس ما كي دايره؟ كي بقيتي كلشي مزيان؟ نقول لك لا درت شي حاجه كذبت عليك بالله العلي العظيم، الله يعطيني مصيبه وبراس بنتي يا اختي. حتى اليوم عايشه يقولها راجلها دابا يطلع ويقولها الا مشيت خديت الدواء ديال الناس باش الناس شهر بجوج فهمت وما داروش ليا والو. اختي الله يشافيك، البارح نعس تسكت وشوفي. وساره ساره نقول لك واحد الكلمه، اللي باغي همت الصداع كما قلتي انت دويتي مع دوك الناس، ماشي كل نهار طالعين بلايف اللي كيبغي همت الصداع. انا شوف انا نطلقش الكونت لا ريدا ولا نطلع نبقى كل نهار نحل لايف باش يدخلوا عندي يصيفطوا لي ورده ولا كاسكيطه، لا انا ما نديرش داك الشيء، انا نتبع القانون ديالي، القانون بواهم سالينا. قلنا زعما غير يعني ما عرفت انا قلت زعما الله يبارك ومن اللي كيطلعوا يحلوا علينا لايف البارح لايف واليوم لايف، هادشي فين؟ واللي ناض اللي ناض ولا يعيرنا، اللي ناض ولا يهز كونتي يصايب كونتي عيرنا. اقسم بالله العلي العظيم يا اختي الزنقه الزنقه ما كنبغيش نخرج لها انايا، كنقول لها نادي ماما غنخرج للزنقه غنشوف شي شوكات ماشي هما هذوك، غنسمع شي حاجه صافي. كلشي مرض كلشي عالم بيه الله كلشي جالس تصدق كنت كنباتو ليه كامل فكنت سكون في الصباح. علاش حشومه انسان؟ شوفي بنادم يكون قاعد مضاربه وهاد اللوينه وهاد الشيء كله، بنادم يجي عندك ويضارب معاك ويتناقش معاك بزاف مقارنة في الكرش وكيتدخل بالضو يعني راه يجي عندك فاصة انا ولا اختي يجي عندك ويضارب معاك وعادي ماشي مشكل، باش غادي يدخل ويدير حتى راسهم داروا شي انجاز اللي داروا هكاك راه حشومه. ما تزمناش الهضره. شوفي ساره 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 احبيبه ساره اقسم بالله اختي شكون دارت فوكال وصيفطات وسباتنا فيه غنقولوا صافي ماشي مشكل، ما شافنا حد كل واحد يشتي قاره وماشي مشكل وغادي نطفاو داكشي بحال ما بحال حتى شي حاجه ما طلعت. ولكن لا هي ديك السيده عرفتي اش بغات دير؟ بغات تقول لنا اجي نقول لكم نتوما مخبين ومخبين. احنا الحمد لله راه معروفين، راه البنادم اللي قريب لينا راه عارفنا شكون سوا، وهما ما راه عاوش على الطعام وما راه عاوش على بزاف د الحوايج، واخا حنا ما جابدينهمش هادشي راه كنقول لك، وحنا ما جابدينهمش باش طلعت هي ودارت داك اللايف بهذيك الطريقه. انا شوف انا ما نقول حتى كلمه من عيره من سبه، ما تسمعش من امي كلمه خايبه، ولكن القانون ديالنا غناخذوه وما غيكونش الصلح ولو بقطع الراس، انا ما نتصالحش. انا قلت هاد الهضره في هاد اللايف باش الا تهزت هاد اللايف ما يفكرش شي واحد يجي عندنا على الصلح ولا على شي حاجه. لا 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 ما داك ما داك النار ما غيكونش وعمره ما غيكون، هذاك النار عمكم اللي عندو شي حق ياخذو، عندهم شي حق ديالنا ياخذو، عندنا حقنا غناخذو. وشوفي ساره الا هاد بنات هاد الناس كاملين اللي كيتفرجوا في اللايف الا قالوا لك حنا عيرناهم ولا جبدناهم بكلمه فاش كنا في اللايف انا وماما وبسمه وريضه، الا قال لك جبدناهم بكلمه ورا اللايف مسجل هز ديري فيا ما بغيتي، واللي قلتيها ما نعاودش من وراك. وحنا ما كناش داوين على هادشي، داوين انا اللي كنت داوي على داوين على اللي مصوبه الكونت رانيه هي اللي كنا داوين عليها، ما عيرنا ما سبينا، حنا اصلا المؤصلين ما غنجيوش ونعايروا الناس ونبداو نسبوا فيها ولا غنبداو نخسروا الهضره السوشيال ميديا ونبدا لا لا اختي لا هادشي ما غنديروش حنايا وما غنوصلوش ليه عمرنا، حنا غير دراويش وخوات وكنخافوا، هذاك الشيء علاش ما درناش اللايفات وداك الشيء والقانون بانا وخونا وكل شيء. فهمتك اختي فهمتك. حيت بنادم راه عنده عائلات كاين اللي مجوج باش غتلقى يا النساب، كاين اللي عنده ولاد صغار، كاين بزاف د الحوايج باش غيشوفوا فيك هاد الناس هاد الامه باش غتشوفك، راه عيب راه حشومه. دابا هادشي غيبقى غادي وغير كيطوال وكيزيد يتعاد عادي عادي وغيطرى مثلا. ولكن كما قالت لك عايشه بنادم يجي عندك ويضربك ويعيرك ويسبك وتناتفي معاه وتدوز تقول ماشي مشكل باش ينوض ويشوفك مع ديالك وتعلق في الشرف ديالك راه حشومه.
بس ما كي دايرين اش اخباركم؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله الله يحفظك. حبيت العقل ومعروف عليكم الدار الكبيره. يلا نعسوا فقتي الا ضربتني الفيقه بالي. يلا ديالك بغيت نطلع اش نقول رضا يا خويا. قول رضا اشنو قلت لك البارح؟ الحكومه من اللي غنزل المغرب هاد السيمانه اش باغي ندي عند دار الشينويه؟ غتمشي باش قبلهم دار عباس. دار عباس ما كنعرفوش معرف. قالت لي عندي الذبيحه ما كنعرفش انا دار عباس مع انا ما كنعرفش دار عباس معرفه شخصيه. انا صديقي رضا وخالتي خديجه هما اللي كنعرف. قلت لي عندي الذبيحه ما غاداش ترجع لنا. قلت لهم شنو نعرقوا الحم وبرقوق عندهم وبالمره نصالحوهم. شوف رضا انت مول العقل. عيشه ربي يخليك. رضا هذاك اللي كيكتب لك بزاف. عيشه راه كنقول لك شوف نقول لك شفتي انت شفتي انت بحالي لسانك لسانك يقدر يكون سليط ولكن قلبك بيض غداوي. انا نقول لك شوفي الواحد يجري في الصلح ويجري في الخير مهما كان. راه كان بيناتكم عيش وملح. الا كانوا هما خايبين راعيوا على وجه الطعام وعيشوا الملح وعلى المراحيض. شوف خويا خويا نقول لك واحد الكلمه خويا شوجو شي يكون عايرتنا ديك المراه الكبيره واقسم بالله ثم اقسم بالله يا ما غادي نتسوقها من هنا لهي. حتى ديك المراه شفت المعيور تحت ديال بنتها شفت المعيور ديال الدريه وشفت كل شيء. فهمني قلت لك زعما انا كون عايرتنا غير المراه الكبيره بوحدها راه والله ما نديش عليها من هنا حتى لهي. حتى ديك المراه كبيره اش غنعاير المراه قد امي؟ لا عايرتها هي غنعاير واش فهمتيني؟ ولكن بنادم دابا بنتها فاش كتقول لي اش كتقول الناس؟ كتقول الناس الا عايرتكم امي ما تديوش عليها ديو عليا انا وخوتي. وانت راك طلعتي وعايرتينا انت بكل روح ريا. عيشه عيشه حبي شوف نقول لك واحد في لحظه غضب انا ما كندافع شي والله ما كنعرفهم معرفه شخصيه ولا كنعرفهم من بعيد غير باش تعرفي. انا كنعرف خالتي خديجه وريضه وانتيا يمكن شفتك مره او جوج. الواحد في لحظه غضب اي حاجه كيقولها كاينه نوال ولا لا؟ بصح والله هيدا الواحد في لحظه غضب قول يا حبي. هاد طلعات وعيرات وسبات يعني شي هضره اللي ما كتسمعش ومالنا حتى حنا في هذيك اللحظه غضب حتى حنا نوضوا ملي سمعنا هذاك المعيور فينا وفمنا امنا تحقرت قدامنا مالنا ما رديناش عليها جاوبناها بنفس المصطلح اللي كانت هي كدوي به. لا مالنا تسقينا. والله خويا ما نقدروش نديروا هذا الشيء حشومه. عرفتي شو حاجه الانسان ما يكونش يتمالك اعصابه. شوشو خويا الحكومة على داك الشيء اللي وقع قبيلة قولي قلتي باقا كتجري في الصلح وقولي دخلي صق راسك. وي انت اللي قدمتيني زيدي طلعي الصالح. وقالت لهم في اللايف عندي بارك قلت لهم انا اللي قدمتها صراحة. حتى انت داك الشيء قديم باقي شي واحد كيشمش دابا. عندكم اطفالية التليفون الدرية قديم من ايامات كورونا كان بنادم كيشمش وفرحان بالتشماش. لا حبي شوفي مسحيها فيا انا الحكومه وقسما بالله شحال طلع لي الدم. الحكومه فرحانين خليهم تاتي شوفي. يعني يا كبيده ويلي عادي جدا والله. عزيزه وغاليه.